محضرة الطعام اللي بنستعملها لطحن البهارات وكتير أطعمة كمان ممكن الشفرة اللي فيها ونفس الوعاء يأخذ ريحة يمكن تبقى مش طيبة، وبدل ما تغسليها ممكن أستعمل قطعة من الخبز وأحطها في الوعاء وأطحنها، وبعد هيك الخبز هذا ممكن أستفيد منه كبقسماط أو أي إشي، وبنفس الوقت بتتجدد عندي المحضرة وبتضلها ريحتها فريش وطيبة.